بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد ولد آدم محمد، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في برنامجنا اليومي المباشر السائحون. هذا البرنامج الذي يأتيكم على الهواء مباشرة طيلة شهر رمضان المبارك مع فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء ومدير عام مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة. ويسعدنا أن نستقبل اتصالاتكم وأسئلتكم على الهواتف التي تظهر تباعا على الشاشة، كما يسعدنا أن نستقبل أسئلتكم واقتراحاتكم على البريد الإلكتروني الذي وضع خصيصا لهذا البرنامج، السائحون @forshabab.tv. حديثنا اليوم سيصحبنا فيه الشيخ مع حديث عظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل أحاديثه عظيمة. حديث طويل يروي رسول الله صلى الله عليه وسلم صحبة من صحبه في المنام. سيسرد لنا الشيخ هذا الحديث ابتداء، ومن ثم سنتناوله حالة حالة، ولا أظن أن وقت حلقة اليوم يسعفنا لأن نغطي كل الحديث، فلعلنا نكمل الحديث في يوم الغد إن شاء الله. فحياكم الله، حياك الله يا شيخ صالح وبارك فيك. حياكم الله أبا خلاد، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق. اللهم آمين. شيخ صالح، هذا الحديث حديث عظيم طويل، بودنا في البداية أن نسمعه سردا إجمالا لو تكرمت. الحمد لله على فضله، الصلاة والسلام على خير خلقه، وبعد، فإن للنبي صلى الله عليه وسلم طرائق عدة في تهذيب أمته وتبليغ الدين وتنشئة الصحابة، وهذه الطرائق أملاها عليه ما أدبه الله جل وعلا به مع حرصه التام على حال المؤمنين، ولهذا قال الله جل وعلا: حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومن هذه الطرائق أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا أصبح وصلى بالناس الصبح يقول: هل رأى أحد منكم من رؤيا؟ فيقص عليه الناس من رأى منهم رؤيا ما رأى. قال سمرة بن جندب رضي الله عنه كما عند البخاري في الصحيح، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح التفت إلينا وقال: هل رأى منكم من أحد الرؤيا؟ فيقص عليه من رأى ما شاء الله له أن يقص. وإنه قال لنا في ذات غداه: إن أتياني الليلة، فقال فابتعثاني، ثم قال: انطلق، فانطلقت، فإذا رجل مضطجع، وإذا بآخر واقى على رأسه بيده صخر يهوي بالصخرة على رأسه، فيتهدهد الحجر هاهنا وهاهنا فيجمعه، فيعود رأسه أصح ما يكون، فيعود عليه يرضخ رأسه بالصخر. قلت: سبحان الله، ما هذان؟ قال: انطلق. فانطلقنا، فإذا رجل مستلق على قفاه، وإذا آخر قائم على رأسه بكلوب من حديد، وإذا هو يشرشر شدقه في أحد شقيه فمه إلى قفاه، ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، ثم يأتي إلى شقه الآخر فيصنع به ما صنع به في شقه الأول. قال: قلت: سبحان الله، ما هذان؟ قال: انطلق. قال: فانطلقنا، فإذا تنور فيه لغط وأصوات، فاطلعت فإذا رجال ونساء عراه، وإذا تحتهم لهب، فإذا أقبل عليهم اللهب ضوضوا، أيحدث صوتا ضوضوا. قلت: سبحان الله، ما هؤلاء؟ قالوا: انطلق، أي لا يجيبانه. فانطلقنا، فإذا رجل في نهر يسبح في نهر مثل الدم أحمر، وإذا رجل قائم على شط النهر يجمع حجارة كثيرة، وإذا السابح يسبح ما شاء الله له أن يسبح، ثم يأتي ذلك الرجل الذي عنده الحجارة فيفغر له فاه، فيلقمه الحجر، فيذهب فيسبح، ثم يعود فيفغر له فاه فيلقمه الحجر. قلت: سبحان الله، ما هذان؟ قال: انطلق. قال: فانطلقنا،
فإذا رجل كأكره ما أنت راع كريه المرأة، وإذا حوله نار يحشها ويسعى حولها. قلت ما هذا؟ قال انطلق. فانطلقنا فإذا في بروضة فيها من كل نور الربيع، فإذا برجل بين ظهراني الروضة قائم لا أكاد أرى رأسه طولا ممتد للسماء، وإذا حوله ولدان كأكثر ما أنت راء من ولدان. قلت ما هذا؟ قال انطلق. فانطلقنا فأتينا إلى روضة كأحسن روضة أنت راء وأعظم ما رأيت، فقال لي ارتقي، فارتقيت، فإذا بمدينة لبنة من ذهب ولبنة من فضة، فاستفتحنا ففتح لنا. فلما فتح لنا فإذا بأقوام كأحسن، يعني شق منهم كأحسن ما أن ترى، وشق منهم قبيح الصورة. ثم قيل لهم، أي هذان الملكان اللذان معي، قال لهؤلاء الأقوام قعوا في النهر، فإذا نهر أبيض فوقعوا فيه، فرجعوا إلينا وقد ذهبت الصورة القبيحة التي فيهم، فإذا هم كأحسن ما أن ترى. ثم قال لي هذه جنة عدن وهذا منزلك، فسما بصري في السماء صعدا، فإذا بقصر مثل الربابة البيضاء، الربابة البيضاء السحابة العالية في السماء مثل الربابة البيضاء، قال هذا منزلك. قلت ذراني بارك الله فيكما أدخله، قال أما الآن فلا وأنت داخله. فقلت لقد رأيت منذ الليلة عجبا، فأخبراني عما رأيت، قال سنخبرك عما رأيت. أما الرجل الذي هو مضطجع ورجل قائم على رأسه يثلغ رأسه بالصخر، فهذا الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. وأما الرجل الذي رأيته يشرشر بالكلوب شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، فالرجل يكذب الكذبة فتطير في الآفاق. وأما الرجال والنساء العراة الذين في التنور فهؤلاء الزنات والزواني. وأما الرجل الذي يسبح في نهر الدم أحمر ويلقم الحجر فهذا آكل الربا. وأما الرجل الذي رأيته كأكره ما أنت راء من منظر فهذا مالك خازن النار. وأما الرجل الذي في الروضة الطويل فهذا خليل الله إبراهيم. وأما الولدان الذين حوله فهم من مات على الفطرة، من مات على الفطرة من أولاد المسلمين. فقام رجل من الصحابة يقطع حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله وأطفال المشركين؟ قال وأطفال المشركين. قال وأما المنظر، وأما الذين رأيتهم شقهم كأحسن ما أن ترى، وشق الآخر كأقبح ما أن ترى، ووقعوا في النهر، فهؤلاء أقوام خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عفى الله عنهم. بهذا، هذا إجمال لحديث الرؤيا، رويناه أكثرا بالمعنى. نعم، نريد أن ندخل يعني بشكل أعمق في الحديث وحالات هؤلاء الرجال، ولكن لدينا اتصال. أختنا حديث سديم من الرياض، تفضل يا أخت سديم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أبا أسأل الشيخ لو سمحت عن حديث الرسول سورة البقرة، أخذها بركة ومن ترك وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، ما هذه البركة الناتجة من قراءتها يعني؟ ولو سمحت متى إعادة البرنامج؟ نعم، طيب، إعادة البرنامج يكون الساعة 5:30 بعد صلاة الفجر إن شاء الله كل يوم. سؤالها شيخ، قال صلى الله عليه وسلم عن هذه السورة المباركة أن أخذها بركة وتركها حسرة، وأنه لا تستطيعها البطلة أي السحرة. والبركة هنا بركة عامة، بركة في الحياة، بركة في الرزق، بركة في الوقت، بركة في انشراح الصدر، مطلقة جاءت في الحديث ولا مقيد لها، فينجم عنها خير عظيم يعلمه الناس أو لا يعلمونه. نسأل الله أن يجعلنا وإياك ممن يقرأ هذه الصورة وممن ينال بركتها. اللهم آمين. اتصال آخر معنا، صديقنا عبد العزيز من الرياض، تفضل أخوي عبد العزيز. يا مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام. يا مرحبا، الله يمسك النور. حياك الله عبد العزيز.
يلا طول عمرك. خصوص حلقة أمس، بعض الناس يعني يؤدي عبادة معينة وما في باله لا رجاء ولا خوف، ومع ذلك تقبل منه العبادة ويعني يدخل الله الجنة، يعني بغض النظر هل هو نوى أن يرجو أو يخاف، مثل حديث مثل اللي ورد في حديث المرأة التي سقت الكلب، يعني الباحث لسقايتها الكلب أنها أشفقت عليه فقط، هذا اللي ورد في الحديث، وهي ما رجت لا ثواب ولا عقاب. نعم. فأودي تعليقك الله يسلمك. في سؤال آخر عبد العزيز. شكرا جزاك الله. الله يحييك يا مرحبا. أولا شكرا أخ عبد العزيز، لكن يظهر لي قضية أنه يعني نجزم أنه لا باعث قط لا رجاء ولا خوف، أظنه بعيد، فلا بد أن يكون هناك رجاء وخوف فيما عند الله، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بظاهر أمرها. لكن لا يعقل أن الله جل وعلا من عليها بالغفران من الذنوب وهي لم تكن ترجو ما عنده ولا تخشى عقابه، أظن أن هذا بعيد. لا يمكن أن تستقيم عبادة إلا برجاء وخوف ومحبة، لكن بلا شك أن الناس في هذا الأمر واستصحابه أصله موجود في قلب كل مؤمن، لكن قوته علوه أثره في الناس أثره في النفس يختلف من شخص إلى آخر، وإلا يظهر لي أن أصله موجود، وإلا لا يقبل الله العمل إن كان لا يرجى به رحمته ولا يخشى به عذابه. نعم. ذلني بأخذ اتصال آخر من إخواننا، أحد إخواننا في الإمارات، أبو عبد الله، تفضل أخوي أبو عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك شيخ صالح؟ حياك الله أبو عبد الله. حياكم الله. الشيخ عدي وصلنا بعض النشرات توزع عن أن قناة الفجر الفضائية بثت ليلة الجمعة معلومة جميلة جدا، وقال أحد أعضاء لجنة الإعجاز العلمي قال إن الملائكة التي تحيط بالإنسان عددها 10 وتتبدل في وقت الفجر ووقت العصر، والله سبحانه وتعالى يسأل ملائكته وقت انتهاء عمل ملائكتي وقت الفجر، كيف تركتم عبادي؟ فترد ملائكة وتقول تركناهم يصلون، لذلك ينصح دائما بصلاة البردين الفجر والعصر، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر حبط عمله. نعم. وقد جعل الله 10 أنواع من ملائكة تحيط بالإنسان، ملكين، ملك عن اليمين وملك عن الشمال، الملك اليمين يكتب الحسنات والملك الشمال يكتب السيئات، ولكن حين يفعل الإنسان سيئة يقول ملك اليمين لملك اليسار اكتب هذه السيئة، فيرد ملك اليسار ويقول أمهله لعله يستغفر، والملكين ملك أمام الإنسان وملك خلفه حتى يدفع عنه السيئة التي تصيبه وتحفظه، وملكين على الشفتين وملكين على العينين، وأخيرا ملك على البلعوم. شيخ مدى صحة الحديث هذا؟ لأن نشرة توزع. نعم. ومعلومة تقال في أولها أنا ما فهمت الأول. كان يقول أنه أحد المشايخ في قناة الفجر عرض أن هناك 10 ملائكة تحيط الإنسان وتتبدل من تبديل في صلاة الفجر وتبديل في صلاة العشاء هذا العصر، هل هذا يصح؟ وهل بالفعل يحيطه 10 ملائكة؟ نعم. أما 10 بالعدد فلا أعلمه صريحا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن حافظ حج على من يحفظ، لكن لا أحفظ حديثا في هذا الشأن ولا أذكر شيئا من هذا، لكن المحفوظ الملكان اللذان يكتبان الحسنات والسيئات هذا ثابت، وقال جل وعلا له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، هذا موجود لكن لا نعلم عددهم، هذا أمر ثاني. الأمر الثالث أنهم يتعاقبون، نعم صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال يتعاقب فيكم ملائكة بالليل والنهار بصلاة الفجر وصلاة العصر، نعم هذا ثابت، لكن بالصورة التي ذكرت في سؤالك من أن أحد على العينين والأذنين وما أشبه ذلك وأحد من الخلف يقول لا تكتب وما أشبه ذلك، هذا كله لا أعلم فيه نصا بمثل هذا التفصيل، ولعل من قال هذا قاله اجتهادا أو وقع على أثار فيهن شيء من الضعف، والعلم عند الله. نعود إلى الحديث، ونود أن نسأل أبو هاشم، هل يمكن تبيين الأصول الكلية التي يعتمد عليها الحديث ومقاصد الشرعية منه؟ نعم، الأصول الكلية التي يقوم عليها الحديث، الآن نحن سمعنا الحديث جملة، الحديث نلحظ أنه عني بذنوب شائعة في الناس ليست ذنوبا محصورة، فالكذب مثلا شائع في الناس، أخذ القرآن والنوم عن الصلاة المكتوبة شائع في الناس، أكل الربا شائع في الناس،
الزنا عياذا بالله من الرجال والنساء من الأمور الشائعة في الناس. فهذه أمور ذنوب ظاهرة، ذنوب تبتلى بها الجماعات، يعني الأفراد والجماعات في الناس، هذا واحد. الأمر الثاني، هذا الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم ليس مثالا ولا تخيلا ولا ضرب مثل له صلى الله عليه وسلم، بل حقائق أطلع الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم عليها، ليست أمرا تخيلا أو أمرا حتى مثال ضرب له، هي وحي، هي وحي. لكن هذا الذي رأى، مثلا رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجل هكذا يفعل به عيانا، أي هذا 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 أمر واقع عيانا. إنما كل الذي حصل أنه كشف الحجاب له صلى الله عليه وسلم، فرأى من يعذب بسبب الكذب، ورأى من يعذب بسبب الزنا، ورأى من يعذب بسبب أكل الربا، هذا أمر هي حقائق وليست افتراضات، ليست أو افتراضات قصص يعني، وليست يعني مثلا ضربه الله جل وعلا نبي، هذه حقائق يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك ما يقوم عليه الحديث أن يعلم أثر هذا في الناس. مثلا الأول الذي يثلغ رأسه نام عن الصلاة المكتوبة، الصلاة رأس العبادات، فجاء العذاب على رأسه، على رأسه. وهذا الذي في الحديث مثلا سابح يسبح، معلوم أنه لا يسمى سابح حتى يسبح، لكن النكتة البلاغية هنا أن كأن السباحة صنعته، ليس له إلا السباحة، يعني ليس من تقول من رجل معترض تعدى، لكن هذا كأنه ليس له غرض إلا السباحة، يسبح في نهر الدم ثم يعود إلى ذلك الرجل يلقى ليفغر له فاه فيلقمه الحجر، مثل صنيعه مع من يتاجر معهم بالربا. المقصود مقاصد الشريعة هنا تبين أن تخوف العباد، وأن من يطيق هذا، من يطيق أن يأتي أحد بكلوب على شدقه فليكذب، ومن يطيق أن يأتي أحد بصخرة على رأسه فلينام عن الصلاة المكتوبة، ومن يطيق أن يسبح في نهر من دم ويلقم الحجر فليأتي الربا، ومن يطيق التنور يحرقه من أدناه ومن أعلاه فليأتي الزنا. فالمقصود في مقاصد الشريعة التخويف، على أن هذا الأمر الذي هم فيه ليس بشيء أبدا أمام قعر جهنم، هذا كله الذي يرى ويخوف به العباد ليس بشيء أبدا أمام انتهائهم إلى النار. فالحديث يتكلم عن حياة أهل البرزخ، يتكلم عن حياة أهل البرزخ. أما عذاب جهنم عياذا بالله فهذا أمر أعظم وأشنع وأشد أمر، نسأل الله العافية. الله يعافينا وإياكم إن شاء الله. أختنا أم عبيد من الإمارات، فضل يا أخت أم عبيد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يحييك. كيف حال شيخنا إن شاء الله ولدنا؟ الله يحييك. الله أم عبيد. الله يخليك أبوي. بغيت أبوي أستفسر، الواحد لا فيه بلغم فيمشي البلغم فهذا يفطر ولا لا؟ أي. وبغيت بعد يعني الحين نحن نصلي معلمينا على غير عمري في الخمسين فوق الخمسين، فمعلمينا يعني ما معلمينا أربع وغيره، وهذا معلمينا ترى تسع العشاء أربع الفجر ثمان الظهر، فأنا أبغي كيف إحنا قالوا لي ناس صلي أربع السنة وأربع الفرض وهنتين بعد السنة، وأبا أعرف عقب صلاة الفجر يعني بس الفرض أصلي عقب ركعتين ولا أنا أصلي أربع ركعتين الفرض وركعتين بعد الفجر تصلين؟ لا نفس الفجر، نفس صلاة الفجر. شوفي يا أمي الكريمة، أبو اسمعي يا والدي إن شاء الله. بالنسبة لصلاة الفجر أنت مطالبة بركعتين سنة نافلة قبل الصلاة المكتوبة، قبل الصلاة المكتوبة إن استطعتي فأنت على خير عظيم. بعد ما تصلين السنة النافلة صلي الفجر ركعتين، ولا يوجد بعد الفجر أي شيء. إذا جاء الظهر وأذن المؤذن، إذا استطعت أن تصلي ركعتين ركعتين، يعني أربع فرقات يا أمي مفصولة ركعتين ركعتين، ثم بعد ذلك تأتين بالفريضة أربع ركعات فريضة الظهر، إن استطعت بعدها أن تصلي ركعتين طيب، إذا جاء العصر صلي أربع الفرض، إذا جاء المغرب صلي ثلاث ركعات الفرض المعروف، إن استطعت أن تصلي ركعتين بعده وحسن، ثم إذا جاء العشاء صليها أربع، ثم بعد العشاء إذا استطعت أن تصلي ركعتين طيب، في الليل إذا استطعت أن توترين بثلاث هذا حسن جدا. نعم يعني قبل أول ماذا قالت؟ أي كان سؤالها الأول البلغم. البلغم لا يفطر. نعم. من بلعه تجمع في فمه البلغم الريق ثم بلعه لا حرج فيه، لا يفطر. لا يفسد الصوم.
بالنسبة للركعات ثنتان قبل الفجر وأربعة قبل الظهر، ما بين الأذان والإقامة، نعم، وثنتين بعدها، بعد إقامتها هي طبعا، نعم نعم، وثنتين بعدها، وثنتين بعد المغرب، وثنتين بعد العشاء. نعم، هي لو يعني تشوفين أحد قريب منك طالب علم يشرحها لك عن قرب يعني قد يكون أفضل من الهاتف والتلفاز. نعم، لأن قد يعاقل فهم. نعم، الطريقة هذه. أمنا أم عبيد معنا على الخط، في سؤال؟ في سؤال أمي؟ أبويا عندي سؤال. تفضلي. فضلك دائم. فأنا أبغى الحين أنا عندي أجهزة مع القرآن، فأحطه وأقرأ هالمعلم وأقرأ معاه يعني زين، أني أنا ما قريت القرآن. نعم. فأنا أقرأ معاه يعني. نعم. إنزين، وأبغى تعلمني عن السنة، وأبغى بعد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، عليه أحب أسمع عنه، عن ولادته، وعن كيف تزوج، يعني كم من زوجة كانت له، أربع ولا أكثر ولا أقل. نعم نعم. أبغى كله عن الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. الله وسلم. وأبغى يعلمنا الشيخ عن أشياء وأشياء قرآن كله. إن شاء الله. أنا أقرأ الحمد لله وفاهمة واعي، بس في أشياء لساني يوقف أنا. نعم. في نعم. القرآن ما أقدر أتكلم. نعم. أبغى أعرف عن الصلاة وعن الزكاة وعن كل. عندك أبناء يا أم عبيد؟ أبوي. عندك أبناء؟ هي عندي. عندي أربع بنات ولدين. ما شاء الله. وعندي ولد واحد متعلق وحدة في أبو ظبي. ما شاء الله. طيب أنا أقصد يعني إذا كان هم يأخذوا لك أشرطة. المعلم. نعم. هالمعلم لما في كل القرآن. نعم. في مصحف كامل. وأنا أحط المصحف قدامي. لا نتكلم عن السيرة، عن السيرة. عن السيرة هو بيدسوني علموني. انت مالك اشرطه؟ ما الا لي اشرطه. لو انت بس اتركي عنوانك عندهم في هنا في الكنترول الان، رقم التليفون، وانا خليهم يكلمونك بعدين من هنا يرسلوا لك اشرطه ان شاء الله. بس لي اشرطه بس بقول لك ارى يعني انا اسجل هذا الصلاه يعني مكه شرفها الله والمدينه. نعم. فابنائي يقولون لي ليش تسجلين انت ما تشوفينه؟ من حبي اسجل. أسأل الله سبحانه وتعالى. سجلي ماجور على ما. لا أنت سجلي وأنت معين لشرطة ما تشوفينا عقب. نعم. لا سجلي ماجور. إيه أنا سجل أقول لهم خلوا بخليه حق عقب ناس غيرنا بعد. نعم. عقب عيننا يعرفون. فكان ابني أقول لك متعلق وحده وحاب منه، فهو يبغى ياخذه وأنا شوي قلبي يتم يعورني. الله. ويوم أنصحه وأقول له ما ياخذ كلامي، فكلهم يقولون لي ولا يعني خسر وايد والبنت بعدها تدرس. نعم. دكتورة ويوم أي فضيل الشيخ وأسأله وأقول له ورمسي تم ينازعني. نعم. فأنا مع القرآن وأقرأ الله شي يقول، صرت تخافون الناس ولا تخيفوني، فأنا خايفة رب العالمين، صح ما قريت وايد، خايفة لك يوم أي فضيل الشيخ وأرمحه نازعوني كلهم. نعم. خلي كيف أنت ما يخفش. نعم أمي الغالية أم عبيد. نعم. يجيبك الشيخ إن شاء الله على هذه. هي. لكن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لك. شو أسوي أنا الحين مترددة وأنا قلبي. أنت يعني منعته من الزواج لشيء معين يعني؟ أشوف يعني ما تصلح له بعيد، وهو ولدنا ومربينه وما شاء الله عليه في ديت مؤمر وكله في الشور وما يخالفني، بس يوم عرفت قام ينازعني. يوم أقول للوالدين هذا هو عادي، يمكن هذا شيء من الله يقذف في قلبه. شو مسوي؟ يوم أقول للوالدين والوالدين إحسانه وقرأ الآية وآية النساء على العمران وشوف الآيات شو تتكلم، الله شو يقول؟ جانا كافر، جانا ضاربني، جانا ضرب، جانا نازل، ما يتحمل كلامي. نعم. فأنا شو أسوي يعني في كذا؟ طيب أم عبيد يعطيك ألف عافية. تعالي نكلمك بصورة خاصة ونشوف الوضع. أتمنى ربي. قولي عسى ربي أن يهدينا سواء السبيل. أشتكي ربي يعني أنا ما أشتكي للناس، الناس كلهم يحطون علي، كلهم يقولون لي أنت ما يخفش من أبنائي ونائي. قل هاي حياته وعيشه وانت ما يخص. نعم نعم. أم عبيد اسمعي رد الشيخ. الله يحفظك. قولي عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. سواء السبيل. عسى ربي كان يهديك ويهدي ولدك سواء السبيل. أنا شو أقول يا رب؟ إن كان هذه كاتبنا لو رايدنا له فهدني أنا وخلني أنا ما أتعب. الله يقول. نعم نعم. فأنت يا ربي كاتبنا له اصرف أنا. نعم. ووقفك وإحنا بنية حلال الراضي عنا وبنية أمهم. نعم. وهي أسر الهامورها ريان الصالح. بس صح هذا جوابي يعني. جواب طيب. جواب زين طيب. يعني زين. يعطيك الحمد لله. جزاك الله خير. يعطيك العافيه يا ام عبيد. علمنا انا وايد لسه سجله دوري بكل مكان بكل قناه. الله يحفظك ويبارك فيك. ترى عايز ادور يعني. الله يخليكم. الله يحفظك ان شاء الله. يعطيك الف عافيه يا ام عبيد على التواصل. وأسأل سبحانه وتعالى أن يكتب لك ولابنك الخير إن شاء الله، وأن يجمعك بمحمد صلى الله عليه وسلم على الحوض لأنك أحببت سيرته صلى الله عليه وسلم.
لديك تعليق أخير يا شيخ على الاتصال؟ الله يقويها ويسر أمرها إن شاء الله ويعيننا إياها على الطاعة. اللهم آمين. طيب عودا للحديث يا شيخ، لو أخذنا رجل، حال الرجل الأول المضطجع وآخر قائم عليه بصخرة، فإنه دارت الصورة بخلال نعم. كونه مضطجع ورجل قائم على رأسه، فالقائم يبين لك أن الحول والطول معطى له، وأن هذا المضطجع لا يملك من نفسه حول ولا استطاع حتى أن يقوم. بلغ من استسلامه أنه لا يفر، وأنه يؤخذ بالصخر فيلقى على رأسه، ثم هذا الصخر يصبح حجارة، فالذي قائم يجمع ما تناثر، يقول صلى الله عليه وسلم الحجر ها هنا وها هنا، ثم يأتي إليه، فبقدرة الله ما ترضخ من الرأس يعود صحيح ليضرب كرة أخرى، لكن هذا المضطجع يبقى مضطجعا كما هو، لا يقوم، مستسلم، مستسلم لا حراك. هذا لما سئل عنه صلى الله عليه وسلم قيل له: أما الأول الذي يفلغ رأسه فالرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. فيفقه المؤمن أنه لا يسع مؤمن أبدا أن يترك الصلاة المكتوبة، وأنه لا يقبل شرعا أن يسمع المؤمن قول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح ثم لا يجيب إلا من عذر، عذر قاهر. وحتى من كان له عذر لا يمنع، يعني لا يحتج، يعني من له عذر مسافر أو غيره أو امرأة في البيت أن يصلي في بيته. المهم أن لا ينام عن الصلاة المكتوبة. فالأمر يبين عظيم جليل أمر الصلاة في الدين، وأن هذا بعض عقاب من أخل بها. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. هذا بالخبر، خبر الرجل الأول. على الرجل الأول يأخذ القرآن فيرفضه، فيرفضه يعني بمعنى أنه تلي عليه القرآن، سمع القرآن. وأنت ترى في زماننا هذا أن الرجل يفتح التلفاز فإذا بالحرمين ينقل منهما صلاة التراويح، ماذا يقرأ عن الأئمة؟ قرآن. يمر الإنسان في الطرقات عند صاحب التسجيلات يسمع قرآن، يفتح إذاعة القرآن يسمع قرآن، يدخل المدرسة في طابور الصباح قرآن. فالقرآن يتلى أنا الليل وأطراف النهار ويسمعه أقوام، لكن ليس كل من يسمع القرآن يأخذ به، بل قد يوجد إنسان يتلو القرآن ويقرأ قول الله جل وعلا: وأقيم الصلاة لذكري، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ويقرأ فيها الآيات العديدة التي تنبئ عن عظيم حق الصلاة، مع ذلك يرفض، لا يقبل به لا في أمر الصلاة ولا في سائر أمره. ولهذا قيل: رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. فيأتي إنسان لديه عمال أجراء فيظلمهم ظلما فاحشا ويأخذ منهم الذي يبغي ولا يعطيهم حقهم ولا أجرهم ولا رواتبهم، ويمكث على هذا الشهر والشهرين والثلاثة، وقد تكون خادمة في البيت تنال من سيدتها ما تنال، فإذا جاء آخر الشهر وأرادت الخادمة أن تبعث مالا امتنع الزوج وامتنعت الزوجة وأتوا بأعذار ورفضوا أن يعطوها، وهي تكدع ببيتهم ليل نهار. فهؤلاء يقرؤون القرآن، وأن الله جل وعلا قال: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وقال: ولا تبخسوا الناس أشياءهم، وأمر بإعطاء كل ذي حق حقه. لكنهم يقرؤون القرآن ولا يعملون به، فلما عندما يقرأ: لعنة الله على الظالمين، هو ظالم، فهو من وجه أو من آخر يدخل في هذا اللعن دون أن يشعر، يا الله. ويدخل في حالة رفض القرآن، الله المستعان. نعم، يدخل في حالة رفض. نعم. معنا اتصال أخونا جابر من جيزان. طيب، يبدو أن الخط انقطع. لو رجل آخر. نعم. الرجل الآخر الذي بعده قال صلى الله عليه وسلم: رجل مستلق مع رجل آخر معه كلوب. ما الكلوب؟ أنت يعني حتى قرب صورة المشاهدين، الذين يطبخون اللحم في قدور كبيرة، يأتون بشيء اسمه منشل، حديدة طويلة معكوفة، هذه يحمل بها اللحم إما لتقليبه أو لتخريجه، هذا هو الكلوب. فيؤخذ هذا الكلوب فيوضع في شدقه، صلى الله العافية، ثم يؤتى به إلى قفاه، ثم منخاره إلى قفاه، ثم عينه إلى قفاه، ثم يذهب إلى الشق الآخر يصنع به مثل ما صنع بالأول، فيعود هذا سليما حتى يؤاب إليه مرة أخرى.
لما رأوا صلى الله عليه وسلم تعجب شيء لا يطاق ولا يقبل، فقال سبحان الله ما هذا؟ لكن الملكين لم يجيبه، حتى بين له في الأخير قال هذا الرجل يكذب الكذبة فتطير في الآفاق. من أعظم الكذب الخوض في أعراض الناس. يأتي إنسان إما أن يشيع إشاعة تضعف الأمن في البلد فيقول إشاعة يخوف بها الناس وهو يعلم كذبها فيدخل بصورة أولية في الحديث، أو يأتي بإشاعة نحو رجل من أعلام الناس أو حتى من غير أعلامهم فيقول في عرضه أو في حاله أو في ماله ما يزهد الناس فيه ويجعلهم يرمونه بالظنون ويكيدون له التهم بناء على هذا الذي أشيع، فتمشي الكذبة يحدث بها كل من سمع فتناقل في الآفاق ولا أصل لها، ويظن هذا القائل أن هذا الأمر سيمضي دون ما عقاب أو حساب. الدنيا أنفاس معدودة وأيام محدودة، لا يلبث أن ينقضي الأجل وينتهي الحمل فيقف بين يدي الله. قبل ذلك هذا الحديث يتكلم عن حياة البرزخ، في حياة البرزخ يصنع به هذا الصنيع الذي لا يكاد يطيقه أحد، بل لا يطيقه أحد. نسأل الله العافية. صلى الله سبحانه وتعالى العافية لنا ولك وللمشاهدين. أختنا نورة من القيعية، تفضل أخت نورة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف تكلم الشيخ؟ يسمعك الشيخ صالح، تفضلي. السلام عليكم الشيخ. تفضلي أختي. سؤال يا أخوي، إن شفنا إن كفيناك المستهزئين. إن كفيناك المستهزئين. إيه، نزلت إشعار رسول الله صلى الله عليه وسلم. نزلت عفوا؟ اللي نزلت إشعار رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، سؤالك أخت نورة. سؤالي هل شو اسمه، لماذا أمر الله سبحانه وتعالى شو اسمه وسبح اسم ربك بدون استغفار؟ عفوا، لماذا أمر الله سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم بالتسبيح؟ بالتسبيح نعم. ولم يأمر بالاستغفار. نعم. طيب في سؤال آخر أخت نورة. شكرا يا أخي، الله يحفظك يا رب. أمر في الآية يعني؟ أيك تقول أن الله سبحانه وتعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالتسبيح، لما لم يأمره بالاستغفار؟ التسبيح تنزيه الله جل وعلا عما لا يليق به، ومن نزه الله جل وعلا عما لا يليق به حفظه الله مما يتعرض له، إحدى طرائق الحفظ. ولهذا قال هذا النون، قال هذا النون في الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. من الظالمين. إن كفيناك المستهزئين، ذكرت الآية هذه، هذه تكلمنا عنها في اللقاء الأول من سورة الحجر الآية، وهي سخرية أهل مكة به صلى الله عليه وسلم، وأن سخريتهم لا تنال من قدره شيئا ولا تحط منه صلوات الله وسلامه عليه، لأن الله كفاه صلى الله عليه وسلم. إذا ما أكملنا الحديث عن الرجل المستلقي، أي جرمه لم يكن بسيطا، كذبة كذبة. نعم. فسرت في الآفاق، وقلنا الكذبة تصبح أشد ضررا إذا كانت متعدية بعرض أحد. نعم. أو بحياة الناس، أو يأتي لأمر لمثلا سلعة لم يصبها الغلاء فيشيع أنها نعم سيصبح فيها كذا وكذا وكذا. نعم. والآن قديما كان يعني قضية الإشاعات في اللسان، الآن وسط الجهاز الأجهزة الشبكة العنكبوتية وغيرها قد يكتب إنسان كتابة تطير في الآفاق حقا في ثواني، في ثواني، وعليه وزرها إن قالها في أحد، اتهم فيها مسلم في ماله أو في عرضه أو في دمه، أو أشاع إشاعة يريد بها أن يخوف البلاد أو أن يرفع سعر سلعة أو أن يسقطها أو أن ينتقم من الناس أو أن يرفع آخرين، وجعل سلاحه الكذب وطريقه عدم الصدق، ناله ما ناله في الحديث. وهذا من جوامع كلمه صلوات الله وسلامه عليه. نسأل الله العافية. معنا اتصال أخونا جابر من جازان، تفضل أخوي جابر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يحييك، يا مرحبا جابر. ممكن أكلم الشيخ؟ يسمعك الشيخ، تفضل. حياكم الله. وجد استفسار عن آية تحدثت عنها موسى عليه السلام عندما خاطبه ربه قال وما تلك بيمينك يا موسى. أخوي جابر عفوا الصوت غير واضح، ما أدري. طيب الآن يبدو أنك المنطقة اللي تقف فيها أخو جابر ما فيها إرسال كويس، يقطع الصوت. الآن 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 مزو كويس الصوت. يا سلام. قال تعالى وما تلك بيمينك يا موسى. نعم. خطاب من الله سبحانه وتعالى إلى نبيه موسى. نعم. هل هذا الخطاب تعالى الله عن ذلك يعني لعدم علم من الله أم المقصد من ذلك؟ نعم.
السؤال الثاني قال تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر. نعم. نريد مناسبة نزول الآية أو سبب نزول هذه الآية. نعم. وشكر الله الشيخ وأنت على هذا البرنامج. الله يحفظك، حياك الله أخوي جابر. مشكور، مع السلامة. بالنسبة للأول طبعا غير وارد أبدا قضية عدم علم الله، أن هذا لا يقع في ذهن أحد، وإنما أراد الله تبارك وتعالى أن يقيم الحجة على موسى في أن العصا يعرفها موسى، لأن بعد ذلك ستتحول إلى حية. فقال له ربه وهو أعلم وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، وقد شرحنا هذا في لقائنا في حديث عن أولي العزم. ثم قال له جل وعلا ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى. فالآن جاء فائدة السؤال عن ما تلك بيمينك يا موسى، أن موسى لا يرتاب ويقول إن هذه الحية ممكن تكون خرجت من الوادي، أو أن أحدا غير العصا التي بيدي، أو أن التي كانت معي ليست عصاي، لكن الله جل وعلا أولا أثبت له أن يتحقق أن العصا التي بيده هي عصا، فقال هي عصاي حتى إذا أصبحت حية لا يذهب ظنونه بعيدا. هذا جواب الجواب الأول. سؤاله الثاني، الثاني قال الله سبحانه وتعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر. نعم، هذا في سورة الممتحنة الآية، والحديث عنها قضية بعد صلح الحديبية، بعد صلح الحديبية، والمعنى أنه لا يحل بعد ذلك أن يبقي رجل مؤمن امرأة كافرة مشركة غير كتابية في عصمته، هذا معنى ولا تمسكوا بعصم الكوافر، لأنه كان قبل ذلك مسكوت عنه، عن نكاح المسلمين للمشركات، لم يأتي أمر بتخلي عنهن وتركهن، لكن بعد نزول هذه الآية أصبح الأمر مفاصلة، لم يبقي أحد من الصحابة كانت تحته امرأة مشركة في مكة على ذمته، ولا يجوز كذلك من باب أولى أن يتزوج كافر مسلمة، فهذا المقصود بالآية ولا تمسكوا بعصم الكوافر. نعم، لكن هذا عدا أهل الكتاب، عدا أهل الكتاب. نعم. هذا الكتاب مخصوص بآية المائدة. نعم، الشخص الذي كذب الكذبة وسرت، ما العلاقة ما بين جرمه والعقاب؟ نعم، العلاقة بين جرمه والعقاب، قال العلماء إن الجرم أولا بدأ باللسان، وإن العين والأنف يحيطان باللسان ويعينانه ويشهدان على ما وقع، فلعله من هذا الباب زيد فيه وتجاوز الأمر حد الشدق في الفم إلى المنخر والعين، ولعل هذا نكاية في العذاب، فكأنه عياذا بالله قد أبصر الناس ما لم يبصروا، يعني من ربما من تحسينه للكذبة كأنه زينها في أعين من يسمعها، وهذا كله عياذا بالله تحذيرا من الكذب. وقد قلنا إن الكذب بهذه الصورة الشنيعة التي تضر الأمم والمجتمعات والأفراد يبلغ حده وغايته ومده، يكون أكذب منه الكذب الذي قد لا يكون منه ضرر كبير، ثم يأتي الكذب الذي أجاز الشرع تسويقه، قضية الذي يصلح بين الناس، أو كذب الرجل أحيانا على زوجته، هذا مستثنى. فانطلقوا وأتوا على مثل التنور. الأصل التنور معروف مثل الفرن، يسموه العامة الآن الفرن، وهذا فيه لهب، فالأصل ما يحدث فيه أصوات، ما يحدث فيه لغط، لأن اللي بالداخل محروق، لكن بدأ الحديث بإذا الفجائية، فإذا فيه لغط وأصوات، فإذا هذه فجائية، فهو عجب غريب، حدث غير له، ليس له نظير، أن يرى الإنسان تنورا يخرج منه أصوات. قال فاطلعنا، أصبحت وجود الأصوات مسوغ للاطلاع، وإلا الأصل أن التنور لا يوجد فيه إلا اللهب، فوجدنا رجال ونساء، قال يأتيهم من تحت من أسفلهم، طبعا واضح التناسب لماذا يأتي من أسفل، يعني بقضية الزنا، فيأتيهم التنور فيرتفعون ويحدثون أصواتا، ضوضوا بالحديث، ضوضوا في رواية بمعنى أحدثوا أصواتا وصراخا واستغاثة ونداء، ثم يرتفعون فيخف اللهب فينزلون كما جاء في رواية أخرى فيرتفع. لما سأل قال هؤلاء هم الزناة والزواني، عياذا بالله، والزنا والزواني يقع منهم هذا الأمر سر، فانتقلوا من حالة سر إلى حالة سر أخرى لكنها محفوفة باللهب، عياذا بالله،
وهذا كله في حياة البرزخ، وكما قلنا في الأول قعر جهنم أشد، نسأل الله العافية. في الحديث واضح التحذير من هذه الفاحشة، وهذا يكون بأن يجتنب الإنسان الطرائق الموصلة إليها، يجتنبها أولا بالاستعانة بالله ويستعيذ بالله من الفواحش كلها ما ظهر منها وما بطن، يتجنب أن يرى ما يدفع إليها من الأفلام المباحة الإباحية وأضرابها، الإنسان حتى يستحي أن يقولها وأمثالها، وأن يتجنب المجمعات التي يكثر فيها دوافع الفحشاء كالأسواق، والأسواق تتفاوت بعضها عن بعض، أن يتجنب قرناء السوء الذين يحرصون على مثل هذه الفواحش ويزينونها، هذه طرائق تجنب، أعظمها الاعتماد على نور التقوى والخوف من الله جل وعلا، كما مر معنا في حديث السبعة قال إني أخاف الله. كذلك الرجل العاقل القيم على زوجته وعلى بناته وعلى أبنائه يتنبه كثيرا في الأردية واللباس الذي يكتسونه، وأنه لا يحاول أن يمنعهم مما يعيشه الناس في العصر، لكن لا يقبل التوسع في مثل هذا الأمر، ويفرق ما بين ما يلبس في الدار وما يلبس خارجها، وما يلبس في المجامع التي فيها القرابات والمجامع التي ليس فيها قرابات، وما يلبس في الأسواق، ما يلبس للمرأة تحت العباءة، وما يلبس من دون عباءة يعني مع قريناتها وزميلاتها. فلكل لبس ورداء موضع ومكان وأناس يطلعون عليه، ومن سدد وقارب واستعان بالله حفظ، ومن أطلق لنفسه الهوى كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه. سبحانه وتعالى أن يجيرنا من مثل هذه الأفعال. أخونا سعود من ينبع، تفضل أخوي سعود. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ممكن أكلم الشيخ؟ تفضل الشيخ اسمع. الشيخ تفضل أخ سعود. الشيخ إحنا نتمنى منك زيارة لنا في ينبع هنا. هذا شرف لي وإن شاء الله سأفعل يا أخ سعود بإذن الله بإذن الله. أول شيء والسؤال اللي سأله ربنا لموسى قال له ما بي ما في يمينك يا موسى، قال له هي عصاي، بعدين كمل هو موسى قال له أهشها بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. نعم. ليه السؤال يعني كان يقول بس أهش بها على غنمي؟ نعم بينا هذا أخ سعود، وقلنا إن موسى عليه السلام أراد أن لا يحرم نفسه من شرف الحديث مع الله، فقال هي عصاي، وهذا هو المطلوب في الإجابة، لكنه وجد نفسه في موقف عظيم وموئل كريم في الحديث مع رب العالمين، فقال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى، فرح بأنه أعطي مقام التكليم، ثم أدركه الأدب، فما أحب أن يطيل ويتجاوز الحد، فقال واكتفى عند قوله ولي فيها مآرب أخرى ولم يفصل، فجمع ما بين نيل حظه من شرف المقام والتكريم مع الله ومن بين الأدب مع رب العالمين جل جلاله، وهذا مما أفاءه الله جل وعلا على أنبيائه ورسله وأولي العزم منهم خاصة، وعلى موسى كليمه وصفيه صلوات الله وسلامه عليه صلى الله عليه وسلم. فانطلقوا حتى إذا جاءوا إلى نهر وفيه رجل يسبح. نعم قلنا النهر كان أحمر مثل الدم وفيه سابح يسبح، جاء في الحديث وبينا سابح يسبح كأنه لا صنعة له إلا السباح، ثم طواعية يتوجه إلى الرجل الذي عنده الحجارة فيفغر له فاه فيلقمه الحجر فيلتقمه ثم يسبح ثم يعود. هو في الدنيا كان طواعية ينصرف عن كل شيء، لا هم له إلا جمع المال ممن راب معه، فينصرف طواعية، لكنه في الدنيا كان يفتح محفظته جيبه وعاءه ليجمع الدينار والدرهم، فعوض بأنه يفغر فاه ويلقم الحجر دون أن يعترض، وهو يشعر بعذاب، وإلا لا معنى للحديث، يشعر بعذاب لكنه عياذا بالله ضرب على قلبه فأصبح يسترذ به مع ألمه
ويعود يسبح في نهر مثل الدم أحمر، ثم يعود إلى ذلك الرجل قد جمع حجارة كثيرة عوضا عن الأموال التي كانت تجمع له. الله يقول: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. فالمعرفة عندهم ناقصة لأنهم جمعوا بين ما لا يجمع بينهما، وقالوا إنما البيع مثل الربا، والله جل وعلا يقول: وأحل الله البيع وحرم الربا وحرم الربا. فمن باب هذا الباب نفس السياق بلغ به الجهل في نهر الدم أن يذهب طواعية إلى رجل يلقمه الحجر. والربا عياذا بالله من أخبث ما يدخل جوف ابن آدم، وقد مر معنا كان في هذا وفي غيره أن رجلا جاء للإمام مالك رحمه الله فقال: يا أبا عبد الله، إنني رأيت رجلا يشرب الخمر فيهذي، فقلت لما رأيته امرأتي طالق إن دخل جوف ابن آدم شيء، إن دخل جوف ابن آدم شيء أعظم من الخمر أو أقبح من الخمر، يعني أراد أن يصف أن الخمر أسوأ ما يدخل جوف ابن آدم. فقال له مالك رحمه الله: ائتني غدا. وهذا من العلم التقيد في الجواب. ثم لما أتاه في الغد قال: ائتني غدا حتى أتم ثلاث. ثم قال له: يا هذا، طلق امرأتك، فإنني قرأت القرآن والسنة فلم أجد شيئا دخل جوف ابن آدم أعظم من الربا. سماه الله جل وعلا حربا. على هذا يتقي المؤمن ربه ويخشى ذنبه ويعلم أن وراءه حسابا وعقابا، ومثل هذا يجب أن يترك بالكلية ويتاب منه. قال الله جل وعلا: يمحق الله، يمحق الله الربا. نسأل الله العافية. ذنب وأي ذنب، وهذا حال أحد من يأكله أو حال أكلته في حياة البرزخ ويوم القيامة كما بينا أشد وأنكى. أبو هاشم، لما نهر من دم؟ قال الشراح، يعني بعض شراح البخاري وغيره، كأنه في عالم من المعاصي، عالم من الأثام، عالم من الضياع، عالم من الهلاك، لأن الدم نجس لا تقبله النفس السوية، لا تقبل أن تراه، فكيف والعياذ بالله تسبح فيه وتغوص وتغدو وتروح في نهر مثل الدم أحمر. وأنت تعرف كيف أن بني آدم فطرة يعني يجد في نفسه شيء عندما يرى منظر الدم، منظر كريه، والله جل وعلا جعله محرما. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، فهو نجس بالاتفاق. فعلى هذا عندما يكون والعياذ بالله رجل يسبح في نهر من الدم، وكأنه لما استباح أموال الناس كأنه أكل دماءهم، لأن الدم مهم من وجه آخر به قوام، به قوام الحياة، فإذا نزف كله مات الناس، مات الإنسان. فكأنه كان ينزف أموال الناس ويأكلها، ما يقوم به معاشهم، أكلا غير شرعي محرم لا بطريقة مباحة. فعوقب بذلك كله أنه يسبح في نهر من الدم. أهوال وعظائم يخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يقع في القلوب كره المعاصي. وإلا بعد ذلك سيأتي إن شاء الله تعالى نمط آخر في الحديث، وهي قضية إبراهيم ومالك والبيت الذي للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة والآخرين الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. فالحديث ثري جدا، ليس من الأحاديث القصار ذات المعاني الواسعة، بل هو حديث طويل مستفيض قصه صلى الله عليه وسلم على أصحابه حتى يكون أسلم في ترقيق قلوبهم، وحتى يجمع صلى الله عليه وسلم ما بين الاختصار تارة وما بين الإطناب والإطالة تارة أخرى. الوقت أدركنا أبو هاشم، ولعلنا بإذن الله نكمل الحديث العظيم في حلقة الغد. مشاهدي الكرام، هذه بعض المعاصي وهذه بعض عقابات من ارتكبها في حياة البرزخ، فكيف هي العقابات في قعر جهنم والعياذ بالله؟ أعاذنا الله وإياكم من مثل هذه الأفعال. في الغد نلقاكم إن شاء الله، حتى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.